يكثر آلاف المتظاهرين في اليمن احتجاجاتهم المطالبة بإسقاط النظام بعد التظاهرات المليونية التي جرت تحت عنوان مسيرات يوم الغضب. ووصل المتظاهرون خلال الليل في صنعاء رفع الأعلام اليمنية ولافتات مناهضة للرئيس علي عبد الله صالح تؤكد الوحدة الوطنية، كما رددوا شعارات تطالب بإسقاط النظام ورموزه وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية والقضاء على كافة أشكال الظلم والفساد في البلاد. كما أكد المحتجون استمرارهم في تنظيم التظاهرات حتى تحقيق جميع مطالبهم وفي مقدمتها رحيل الرئيس. يوم غضب آخر تشهده اليمن فتكتظ فيه شوارعها بالمطالبين بإسقاط النظام ورحيل من وصفوهم بالفاسدين، ما تجدد في شعارات الغضب تلك في معظم مدن اليمن ومحافظاته التنديد بحملة الإبادة التي يتعرض لها المتظاهرون بمدينة عدن. ففي العاصمة صنعاء خرج مئات الآلاف من المتظاهرين فيما سمي بثلاثاء الغضب، منددين بما تعرضت له مدينة عدن ومؤكدين أن اعتصامهم في ساحة التغيير لن ينتهي إلا بتغيير النظام. اليوم يهتز العرش ومعه يهتز الكرسي البراق. ستسقط، كلمتين لا ثالث لهما، ستسقط لأنك لست إله، ستسقط لأنك لست إله. نحن اليوم في يوم الغضب، وكما ترى أن الشباب كلهم يريدون التغيير، لن يرضوا بأي حوار ولن يرضوا بأي مبادرات غير الرحيل غير الرحيل غير الرحيل. على بعد ثلاثة أميال من تظاهرات الغضب العارمة التي تشهدها صنعاء، تجمهر أيضا المئات من مناصري النظام باليمن رافعين شعارات الحوار والالتفاف حول قيادة النظام، فيما اعتبر الرئيس اليمني في مؤتمر صحفي أن موجات التغيير في اليمن والعالم العربي تدار من إسرائيل. وقال محذرا أن اليمن ليست تونس، ويأتي هذا التصريح بعد يوم من رفض المعارضة لعرض الرئيس صالح بتشكيل حكومة وحدة وطنية والذي تجاوزه الشارع اليمني بمطالب التغيير. غرفة عمليات دعدعت الوطن العربي في تل أبيب وحول ما هم لا منفذين، منفذين ومقلدين. غرفة العمليات في تل أبيب وتدار من البيت الأبيض. دخول احتجاجات الغضب باليمن أسبوعها الرابع حمل الكثير من المواقف، فقد جمد 13 عضوا برلمانيا ينحدرون إلى الجنوب عضويتهم احتجاجا على أعمال العنف، كما هدد 95 عضوا آخرون بتقديم استقالاتهم إذا استمر هذا القمع، فيما طالب وزير المغتربين السابق المسؤولين والسفراء اليمنيين بالخارج إلى تقديم استقالاتهم. الشيخ عبد المجيد الزنداني هو الآخر في كلمة وسط المعتصمين أكد انحيازه إلى المطالبين بالتغيير، واصفا هذه الاحتجاجات بأنها واجب شرعي. يوجب الدستور على الحكومة أن تحميك يا صاحب الرأي، وإن كان رأيك هو تغيير السلطة فحقك هذا. إن كانت ساحة التغيير في معظم مدن اليمن قد تعددت، إلا أن ما يجمع الكل في وحدة وطنية كانت مفقودة المطالبة بالتغيير. أوسان القعطبي، العالم، صنعاء. وفي منطقة الطلح بمحافظة صعدة خرج آلاف اليمنيين في مسيرات احتجاجية حاشدة للمطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح. المتظاهرون رددوا شعارات تطالب بإسقاط النظام ورموزه وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية والقضاء على كافة أشكال الظلم والفساد في البلاد. المحتجون أكدوا في هتافاتهم استمرارهم في تنظيم التظاهرات والمسيرات حتى تحقيق جميع مطالبهم وفي مقدمتها رحيل الرئيس. كما تظاهر آلاف اليمنيين في مناطق أخرى من محافظة صعدة مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبد الله صالح. وخرجت التظاهرات في مديرية حيدان وأغلب مناطق مديرية رازح، لا سيما خولان بن عامر في محافظة صعدة. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس اليمني انتقد فيها الفساد المتفشي في حكومته وطالبوا برحيله. كما رفض المتظاهرون في هتافاتهم عرض الحوار والاشتراك في حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحتها السلطات.
إلى ذلك حذرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بلاي السلطات اليمنية من استخدام العنف لقمع التظاهرات، مؤكدة أن من حق الشعب التعبير عن احتجاجه. ودعت بلاي في بيان الحكومة اليمنية إلى صون حق المتظاهرين والصحفيين وفق ما تنص عليه القوانين الدولية، وأضافت أن للشعب حقا مشروعا في التعبير عن احتجاجه ومطالبه إزاء حكومته. وشهد صنعاء تظاهرة حاشدة دعت إليها المعارضة وسط صنعاء للمطالبة بإسقاط حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. أفادت مصادر قناة العالم أن نحو 50,000 شخص تظاهروا في مدينة